بيك أكثر عايشة. هلا شيخ، أنا بش نسأل على أمي أولا، توفيت الله يرحمها. نعم. وهي من قبل نعرفها عادية، معناتها في مخها وتحب الناس كل شيء. في الأخر كبرت شوية وليت لي عندي تذكرت أمها. ما أسمعك. نعلي صوتي. أيوة قولي. أمي وقت قريب كبرت شوية وليت في مخها ما في الزهايمر بديها كي شوية، قالت لي تذكرت أمها كيفاش أختها ما عندهاش زوج، هي قاعدة معاه، كيفاش تخليها تمشي لدار خوها وتعيش عنده. فهمتني؟ متغش عليها ديما، كلي شيلة منها، وهي السبب في موت أمي، وهي السبب وهي السبب، خاطر هما كلهم معناتها معرسين عندهم رجال، وكان أختها ما عندهاش راجل. هذه ذنب عليها ولا شنو؟ والله أنا فاهم السؤال، حتى أقول لك ذنب وما ذنب. ما فهمتني والله، ولا بس فهمت الزهايمر. أما أخته وأمه، ما أنت المشكلة أخته وأمه. لا 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 زهايمر، ما فهمت شيء. عربي عربي. شوف انت قادر تتكلمين عربي؟ نحكي دارجه، نحكي دارجه. امي وقت لي وين سيدي محمد؟ هشام ترجم. يلا قولي، عندنا واحد يترجم. يلا خذي راحتك هشام من المغرب. يلا اسمعها يا هشام، ارفع. يلا قولي، اتكلمي باللهجه المغربيه، باللهجه المغربيه. كبرت شويه وديها شويه. ارفعي صوتك، ارفعي صوت. الرجال وقف عند الماء السماعه. يا أخي ديما تقول راي أم أختي هي سبب في موت أمي، خليتها تمشي تعيش عند السنة. فهمت يا أخي؟ ديما كل شيء منها. حتى هشام والله ما فهم. خلاص خذ رقم تحت الهواء، حتى على التقاعد يا هشام، على التقاعد. شو استفدنا منك؟ أم عمران،